بسم الله الرحمن الرحيم، راح ناخذ موضوع جديد اللي هو الكومباوند بيمز، الجسور المركبة. الكومباوند بيم consisting of two equal flange plates welded to a universal beam، يعني المقاطع المركبة بالستيل ستراكشر تتألف من اليونيفيرسال بيم مالتنا نفسه، ونضيف له بليتس يعني بالأعلى وبالأسفل، تلحم هذه البليتس لتقوية البيمز. طبعا احنا نستخدم هذه الكومبوند بيمز بالحالات اللي يكون عندنا عادة يعني ارتفاع البيم محدد، يعني لأغراض معمارية. مثلا احنا عندنا فضاء كبير، عزوم كبيرة، نحتاج الى بيم لارتفاع مالته عالي، ولكن المحددات المعمارية تحددنا في بارتفاع معين يعني ما نقدر نتجاوزه. فبهالحالة هذه احنا نشوف البيمز مالتنا بالبداية، يعني نشيك مثل تشيكاتنا الاعتيادية السابقة، ونختار بيم، يعني نطلع بلاستيك موديولس ريكوايرد، ونختار بيم البلاستيك موديولس مالته اكبر من البلاستيك موديولس ريكوايرد. ولكن هنا راح نشيك نشوف يعني اذا محددين بارتفاع معين، يعني مثلا البيمز ما مسموح ينزل اكثر من 60 سنتيمتر او 50 سنتيمتر، نشوف احنا البيمز مالتنا حتى نختار بيمز يتحمل الاحمال المسلطة. راح نشوف انه احنا نحتاج بيمز اكبر من الارتفاع المحدد، فلذلك يعني نرجع نختار بيم اصغر، بالتالي هذا البيم ما راح يتحمل، فنضيف له ايكوال فلانج بليتس تلحم بالاعلى وبالاسفل حتى يعني يقدر يتحمل هذه الاحمال مثل ما نشوف بهذا الشكل. هذا اليونيفرسال بيم مالتنا الاعتيادي، ونضيف له ايكوال فلانج بليتس بالاعلى والاسفل حتى نزيد من البلاستيك موديلس او نزيد من المقاومة مالته للاحمال الخارجية. طبعا السكشن كلاسيفيكيشن هنا نفس الشيء، هو حسب تيبل 11 للبي اس 5950 بارت 1 نستخدمه للكومباوند بيم، ولكن يعني هنا المقطع راح نعامله كمقطع مصنع باللحام built up by welding، يعني راح نروح بتيبل 11 على فقرة المقاطع الويلدد. هذه من نشيك الكومباوند ككل. هنا تشيكاتنا راح تكون B1 على T. هنا طبعا ال T هي سمك الفلانج مالت اليونيفيرسال بيم الرئيسي، وال B1 هي نصف عرض البليت اللي ضفناها، يعني نصف عرض البليت اللي ضفناها احنا لحمناها تقسيم سمك الفلانج مالت اليونيفيرسال بيم مالتنا الرئيسي. التشيك الثاني هو البي 2 على تي اف. التي اف هنا سمك البليت اللي ضفناها، يعني لا نتوهم انه التي اف هي سمك الفلانج مالت البيم، لا، تي اف هنا يعني راح تصير البليت اللي ضفناها هي فلانج بليت، فالتي اف هي سمك البليت اللي ضفناها واللي ضفناها فوق الفلانج ما يعني بالاعلى وبالاسفل لحمناها على الفلانج مالت البيم مالتنا. تي اف هي سمك البليت اللي ضفناها، والبي 2 مثل ما نشوف بالشكل هي هذا الجزء الظاهر من البليت. احنا عادة البليت نضيفه يكون العرض مالتها اكبر من العرض مالت الفلانج مالت اليونيفيرسال بيم، فهذا الجزء الظاهر الطالع او اللي نسميه الاوفر هانج، الجزء المعلق من البليت هذه اللي ضفناها هو البي 2. سهل حسابها، هو عرض البليت اللي ضفناها ناقص عرض الفلانج بي كابتل مالت البيم تقسيم 2 هذه الأجزاء الظاهرة منا، فهو هذا البي 2. فقلنا التشيك الأول اللي هو البي 1 نصف عرض البليت اللي ضفناها تقسيم التي كابتل اللي هو سمك الفلانج مالت اليونيفيرسال بيم،
البي 2 اللي هو الاوفرهانج الجزء الظاهر تقسيم سمك البليت اللي ضفناه تي اف هنا قلنا سمك الفلانج مع التلبيم هنا سمك البليت اللي ضفناها والبي 3 اللي هو هنا راح يكون عرض الفلانج مع التلبيم مثل ما نشوف الشكل البي 3 هو عرض الفلانج مع التلبيم تقسيم التي اف اللي هو سمك البليت اللي ضفناه. طبعا بالاضافه الى التشيكات نشيك ايضا يعني نسوي كلاسيفيكيشن لليونيفيرسال بيم مالتنا الفلانج والويب مالت اليونيفيرسال بيم مثل التشيكات السابقة المعتادة. نرجع هنا نشرح على الشكل التي اف هو سمك البليت اللي ضفناها فقط والتي كابتل هو سمك الفلانج مالت اليونيفيرسال بيم. البي 1 نصف عرض البليت اللي ضفناها البي 2 هو الجزء الظاهر من البليت اللي ضفناها لان قلنا البليت اللي نضيفها يكون العرض مالتها اكبر من البي كابتل مالت البيم الجزء هذا الظاهر او اللي هو الاوفر هانج اللي قلنا حساب عرض البليت ناقص عرض الفلانج مالت البيم تقسيم 2 والبي 3 هو عرض الفلانج مالت البيم مالتنا اليونيفيرسال بيم. هنا دي كابتل نفسها مالت البيم مالتنا ولكن الاوفر اول ديبث الارتفاع الكلي راح يحسب من اعلى نقطة الى اوطى نقطة. نجي ناخذ مثال على الكومباوند بيم اللي هو المثال موجود بكتاب لام صفحة 58. طبعا هنا بالمثال هو قايل لي يعني نريد تصميم كومباوند بيم يعني احنا مو شرط انت تجي تصمم بيم اعتيادي يعني اذا ما كنت محدد بالارتفاع فانت براحتك تختار المقطع اذا كنت محدد بالارتفاع تختار المقطع اللي يكفي الاحمال اللي عندك وتشيك بالنسبة للبيندينج وشير وديفليكشن وتشوف هذا المقطع هل يعني لازم ما يتجاوز الارتفاع المحدد يعني يجوز انت تحصل بيم او مقطع بيم انه ما يتجاوز الارتفاع المحدد واذا ما حصلت فتضطر انه تختار بيم اصغر وتقوي ببليت يكون فلانج بليت بالاسفل وبالاعلى فيصير عندك كومباوند بيم. بس هنا المثال حتى نوضح طريقة تصميم الكومباوند بيم فهو المثال اصلا مطلوب A compound beam is to carry a uniformly distributed dead load of 400 كيلو نيوتن total. هنا قد تستغرب تشوف uniformly distributed يعني حمل موزع ولكن بوحدات ال 400 كيلو نيوتن. احنا مثل ما نعرف اليونيفورملي كيلو نيوتن لكل متر بس هنا قايل لي total يعني هذا الحمل الموزع ككل يعني معناته هو ضارب الحمل بالطول يعني محاولة الى حمل مركز نعطينا قيمة الحمل المركز يعني او الاكويفلنت الحمل المركز المكافئ بعد ما ضربه بالطول بس هو بالاساس الحمل uniformly distributed حمل موزع فالحمل الموزع dead load 400 كيلو نيوتن total وimposed load 600 كيلو نيوتن total ايضا الimposed لود هو ايضا uniformly distributed حمل موزع. البيم simply supported السبان مالت البيم هو 11 متر. بالنسبة للسيلف ويت نعطيني يقول يعني مسموح 30 كيلو نيوتن وزن مالت البيم السيلف ويت. ايضا احنا مثل ما نعرف السيلف ويت هو حمل موزع ولكن هذا يعني القيمة مالته total. The overall depth must not exceed 700 mm. الارتفاع الكلي للبيم لازم ما يتجاوز 700 mm. يعني احنا هذه الفقرة هي اللي نعتمد عليها يعني مو شرط يقول لي هنا compound beam لا مجرد يقول لي انه الارتفاع ما يتجاوز 700 احنا نصمم البيم كتصميم اعتيادي
بعدين يعني نختار المقطع ونشوف المقطع اللي يكفينا. اذا ما تجاوز 700 مليمتر اذا اوكي انا ما يحتاج اصمم كومبوندين. بس اذا ما حصلنا مقطع يعني بسبب الاحمال عالية، فضاء كبير، انه عزوم عالية، شير عالي، ديفليكشن يجوز يتجاوز المسموح، فهنا يعني اذا ما حصلنا هذا البيم فنصمم كومبوند بيم. Full lateral support is provided for the compression flange. عندنا compression flange مسنودة full lateral support، مسنودة كليا، فيعني البيم مالتنا laterally supported. المطلوب انه نستخدم جريد S275 ستيل، نصمم البيم للبيندينج ونشيك للديفليكشن، يعني ما مطلوب تشيك الشير. طبعا هاي الاحمال قلنا اللي هي نعطيني اياها توتال بينما هي حمل موزع، فاول ما نجي يعني نستخدم الفاكتورات نحولها الى ديزاين لود. ديد لود الفاكتور مالته 1.4 مثل ما شفنا، الديد لود 400 زائد الوزن مال تلبيم، يعني على فرض هو قايل ياخذ 30، ف 400 زائد 30 في 1.4 زائد 1.6 في الامبوست لود اللي هي 600، يطلع الناتج 1562 كيلو نيوتن. احنا حتى نحسب الماكسيموم بيندينج بما انه هو حمل موزع فنحتاج الاوميجا، احنا يعني نحتاج حمل الموزع، فنرجع نقسم على 11، 1562 تقسيم الطول 11، فيطلع 142 كيلو نيوتن لكل متر طول. هسه هذا الديزاين لود واللي هو ديستريبيوتد يونيفورملي ديستريبيوتد، موزع بانتظام، 142 كيلو نيوتن لكل متر. ماكسيموم بيندينج مومنت اوميجا ال سكوير على 8، 142 في 11 تربيع على 8 يطلع 2147.8 كيلو نيوتن في متر، اللي هو هذا الماكسيموم بيندينج مومنت بالمنتصف الناتج من اليونيفورم ديستريبيوتد لود قلنا اوميجا ال سكوير على 8، 2147.8 كيلو نيوتن في متر. هسه احنا الديزاين سترينث البي واي ما نعرف ايش قد، المقطع مالتنا ما نعرف ابعاد ايش قد، فراح نفرض انه الفلانج مالت اليونيفيرسال بيم اللي راح نختارها السمك مالتها اكبر من 16 مليمتر، واذا صار السمك اكبر من 16 مليمتر فحسب تيبل 9 بال بي اس 5950 بارت 1 في جريد 275 السمك متجاوز ال 16 في البي واي 265 نيوتن على مليمتر تربيع. بلاستيك موديولس ريكوايرد، على فرض انه هو البيم بلاستيك او كومباكت، فإذا كان بلاستيك أو كومباكت الأم تساوي البلاستيك موديولس في البي واي. إذا أردنا البلاستيك موديولس ريكوايرد اللي يتحمل لنا هذا العزم، فهو العزم على الديزاين سترينث البي واي، العزم 2147.8 في 10^6 نحول العزم إلى نيوتن في مليمتر، تقسيم الديزاين سترينث اللي هي 265 نيوتن على مليمتر تربيع راح يطلع الناتج بالمليمتر تكعيب. في 10^-3 نحولها الى سنتيمتر تكعيب، لان مثل ما قلنا سابقا بالسكشن تيبلز عاده ينطيني البلاستيك موديولس والالاستيك موديولس بوحدات سنتيمتر تكعيب، فاحنا نحولها حتى سهوله المقارنه بالتيبل. هسه يعني سابقا بالبيم الاعتيادي احنا نروح للسكشن تيبلز نختار مقطع البلاستيك موديولس مالته اكبر من هذا الموجود عندنا، ولكن هنا راح نروح انه للسكشن تيبلز ما راح نلقى مقطع البلاستيك موديولس مالته اكبر من 8104.9 وبنفس الوقت الارتفاع مالته اقل من 700 مليمتر، فلذلك احنا راح نختار مقطع صغير اللي هو 610 في 229 في 140 اللي هو الارتفاع مالته اقل من 700، يعني اقل من 700 مليمتر، ناخذه اقل من 700 مليمتر يعني اقل شيء فد يعني اقل من 700 مليمتر ب 80 او يعني 70 مليمتر حتى نضمن انه احنا بنضيف البليت ما راح نتجاوز ال 700، يعني احنا مو بس اليونيفرسال بيم حتى
بعدين لازم نشيك ال overall depth الارتفاع الكلي اللي هو لازم ما يكون متجاوز 700 مليمتر. فاختارينا هذا المقطع 610 × 229 × 140 اللي هو البلاستيك موديولاس مالته من section tables 4146 سنتيمتر تكعيب، بينما انا شقد احتاج 8104.9. فيحتاج اضيف بليت، يعني يحتاج اقوي ببليت، يحتاج بلاستيك موديولس اضافي. هذا البلاستيك موديولس اضافي لازم توفره البليت. فش قد البلاستيك موديولس الاضافي؟ انا احتاج 8104.9 ناقص اللي وفر لي اياه اليونيفرسال بيم 4146. فاحتاج اضيف بليت توفر لي بلاستيك موديولس اكبر من 3958.9 سنتيمتر تكعيب. طبعا الارتفاع مات البيم الدي كابتل هي 617. احنا هذا البلاستيك موديولس الاضافي قلنا لازم توفره البليت اللي راح نضيفه، ومن تعريف البلاستيك موديولس هو البلاستيك موديولس هو العزم الاول للمساحة حول المحور اللي يقسم للمساحة الى نصفين. احنا عندنا بليت بالاعلى وبليت بالاسفل، فنحسب البلاستيك موديولس حول المحور اللي ينصف للمساحة ما تشكل ككل. المحور اللي ينصف للمساحة هو بالمنتصف، فالمسافة من هنا لحد نهاية البيم هي دي كابتل على 2 زائد المسافة لحد مركز البليت هي سمك هذه البليت اللي قلنا تي كابتل اف على 2. فإذا المسافة من مركز البليت إلى المحور اللي يقسم لي المساحة إلى نصفين هي دي كابتل زائد تي كابتل فلانج على 2. قلنا المسافة هذا المحور جاي يقسم المساحة إلى نصفين، المسافة من هنا من المحور اللي يقسم لي المساحة إلى نصفين إلى حافة البيم العلوية هو ارتفاع البيم تقسيم 2. أنا أريد يعني من أحسب عزم المساحة الأول لازم أخذ من مركز المساحة زائد إلى مركز المساحة والسمك هذه تقسيم 2، يعني دي كابتل على 2 زائد تي اف كابتل على 2. فاخذنا وحدنا المقامات اللي هو 2، فدي كابتل زائد سمك الفلانج على 2. فهسه الاديشنال بلاستيك موديولس اللي هو 3958.9 ايش راح يساوي لنا؟ العزم الاول للمساحه، المساحه مالت البليت هي بي كابتل في تي، السمك مالتها في البعد عن هذا المحور، بعد مركزها عن المحور قلنا دي كابتل زائد تي اف كابتل على 2. نانا ضربنا في 2 باعتبار عندنا بليت بالاعلى وبليت بالاسفل، لان يعني عندي 2 بليتس ما يصير اضيف يعني بالاعلى فقط او بالاسفل فقط حتى نحافظ على التناظر مال التلبيم وسهولة الحل، يعني احنا نضيف بالاعلى وبالاسفل. هسه هنا عندي مجهولين اللي هو عرض البليت وسمك البليت. نفرض عرض للبليت، وعادة العرض اللي نفرضه يكون اكبر من عرض الفلانج مالت اليونيفرسال بيم. قلنا لازم تكون البليت اعرض من الفلانج مالت اليونيفرسال بيم، فهنا الفلانج مالت اليونيفرسال بيم هي تقريبا يعني من المقطع حتى بدون ما اروح للسكشن تيبلز هي تقريبا 229، يعني قريبة من هذا الرقم، فاحنا نختار رقم صحيح عادة يعني 30 سنتيمتر، 35 سنتيمتر، 25 سنتيمتر، 20 سنتيمتر. فاحنا حتى نروح الى عرض اكبر من هذا الفلانج اخذنا عرض 30 سنتيمتر اللي هي 300 مليمتر. فاذا نرجع لهذه معادلتنا الاس
additional required plastic modulus additional اللي لازم توفره البيت هو 3958.9 طبعا هذا سنتيمتر تكعيب يساوينا 2 في 300 في سمك الفلانج في 617 زائد سمك الفلانج يعني البليت نقصد بيها مو الفلانج مال التبييم على 2. هنا ضربنا في 10 اس ناقص 3 لان استخدمنا وحدات عبارة احنا مستخدمين وحدات مليمتر فيطلع الناتج مليمتر تكعيب في 10 اس ناقص 3 حولناه الى سنتيمتر تكعيب حتى يتطابق ويا هذه الوحدات او يعني نضرب هذه additional plastic modulus في 10 اس 3 حتى تصير مليمتر تكعيب وهذه تبقى نفس الشيء يعني سواء ضربنا هذا الطرف في 10 اس ناقص 3 او ضربنا هذا الطرف في 10 اس 3. نبسط المعادلة راح تكون معادلة من الدرجة الثانية بالنسبة الى سمك البليت تي كابيتال اف تربيع زائد 617 تي كابيتال اف ناقص 13196 يساوي صفر. نحل هذه المعادلة بالدستور راح يطلع سمك الفلانج او سمك البليت تي اف هو 20.69 مليمتر. طبعا بالواقع ما عندنا هذا سمك البليت، ايضا سمك البليت هي يعني المتوفرة بالاسواق او يعني اللي تصنعها المصانع هي سمك ستاندر 1 مليمتر 2 4 6 8 12 14 16 18 20 ما بعدها يعني بعض المصانع تصنع 22 بعضها لا يعني تبدي تزايد 5 ملم يعني ما بعد العشرين 25 30 فاحنا صحيح انه لازم نقرب هذا سمك البليت نقربه للاكبر حتى نحصل على بلاستيك موديولس اكبر من هذا المطلوب فنقربه الى رقم يعني صحيح مال التبليت يعني متوفر فقربنا الى 25 مليمتر او يعني بالاسواق البعض يسمونه بليت او الانج فيعني البليت اللي راح نوفرها هي 300 مليمتر في 25 مليمتر. هسه نشيك التوتال ديبث عندنا احنا ارتفاع البيم 617 زائد ضفنا بليت فوق 25 وبليت بالاسفل ايضا 25 زائد 2 في 25 يطلع 667 اذا الاوفر اول ديبث ما تجاوزنا 700 مليمتر اذا اوكي. ليش احنا قلنا يعني عادة بعد اذا ما لقينا مقطع انه راح نختار مقطع اصغر بس نختاره اصغر من الارتفاع المحدد في 80 او 70 مليمتر حتى منضيف البليت ايضا الارتفاع الكلي ما يتجاوز الحد اللي موجود عندنا واللي هو 700 مليمتر فهنا أنا ما تجاوزنا 667 اقل من 700 مليمتر اذا اوكي. هسه نجي نشيك ابعاد البيم او يعني الكلاسيفيكيشن مالتنا على مود لا يصير عندنا لوكال باكلينج. الابسيلون هي الجريد على الديزاين سترينث 275 على 265 اس نص يساوي لنا 1.02. طبعا هنا هذه من جزء يعني من الكتاب شلون حسبنا رد الفعل والماكسيمم مومنت انه هذا التوتال يونيفرسال التوتال يونيفورملي ديستريبيوتد لود اللي هو 142 كيلو نيوتن لكل متر في ال سكوير اللي 11 على 11 سكوير على 8 طلع لنا لازم 2100 وهذا صار عندنا المقطع مع البليت. ارتفاع البيم مالتنا 617 هذا الارتفاع الحد هنا المفروض. الاوفر اول ديبث 667 بعد ما ضفنا بليت السمك مالت البليت قلنا هو 25 تي اف 25 عرض البليت 300 فالبي 1 هسه راح نشيك نحتاج بي 1 وبي 2 وبي 3
قلنا البي 1 نصف عرض البليت اللي خليناها 300 تقسيم 2 اللي هي 150. البي 2 هو الجزء الظاهر الاوفر هانج واللي قلنا نجيبه من عرض البليت كامل 300 ناقص عرض الفلانج مالت البيم اللي هي 230.1. طبعا بالسكشن تيبلز راح تلقونها 230.2 وتلقون هذه 617.1. يعني هو الكتاب يستخدم تقريب او يستخدم جداول اخرى، لكن يعني الفرق بالارقام قليل جدا. بس قلنا البي 1 هو نصف عرض البليت 300، 300 على 2 150. الجزء الظاهر هذا البي 2 300 ناقص عرض الفلانج مالت البيم اللي هي 230.1 تقسيم 2 راح تطلع 34.95. والبي 3 هو عرض الفلانج مالت البيم الرئيسي 230.1. تي كابيتال اللي هي سمة الفلانج مالت البيم موجودة بالسكشن تيبلز. ارتفاع الويب مالت البيم 547.2. سمك الفلانج، سمك الفلانج مالت البيم هي 22.1، وسمك البليت اللي ضفناها احنا هي 25 مليمتر. هسه بالنسبة لليونيفيرسال بيم قلنا احنا نشيك اليونيفيرسال بيم ونشيك الكومبوند بيم. بالنسبة لليونيفيرسال بيم البي اوفر تي اما نقسمها 115.1 على 22.1 او مباشرة هو موجود بالخواص مالت المقطع مالتنا اللي هو 610 في 229 في 140، هو اصلا موجود بالسكشن تيبل 5.21 اقل من 9 في ابسيلون اللي هو 9.18. اذا الفلانج بلاستيك الويب دي اوفر تي اما اقسمهن او هي موجودة اصلا بالسكشن تيبلز 41.7 اقل من 80 في ابسيلون، الابسيلون 1.02 هذه انتبه لها بها خطأ 1.02 يساوي لنا 81.6، 41.7 اقل من 81.6 اذا الويب مالتنا بلاستيك. بالنسبة للكومباوند بيم راح نروح هنا على المعاملات مالت الويلدد سيكشن. فقلنا البي 1 اللي هي نصف عرض البليت تقسيم سمك الفلانج مالت البيم، يعني هنا نصف عرض البليت على الفلانج مالت البيم اليونيفيرسال 150 نصف عرض البليت اللي ضفناه على سمك الفلانج مالت البيم 22.1 راح يطلع 6.79. هنا أنا ما نقارنها ويا 9 ابسيلون، قارنها ويا 8 ابسيلون مالت ويلدد سيكشن اللي هو 1.02 في 8، 8.1 ايضا اقل من عده. التشيك الثاني بي 2 اللي هو قلنا الجزء الظاهر الاوفر هانج اللي شرحنا قبل شوية 34.95 اللي جبناه من 300 ناقص عرض الفلانج مالت البيم تقسيم 2 على هنا سمك البليت، هنا سمك البليت تي اف سمك البليت مالتنا اللي احنا اخذناه سمك البليت 25 مليمتر. ف 34.95 تقسيم 25 1.40 ايضا نقارنه ويا 8 ابسيلون اللي هي نفسها 8.1 اقل من عدها. البي 3 هسه اللي هي العرض الفلانج مالت البيم مالتنا اللي هي 230.1 تقسيم 25 9.2 هنا نقارنها ويا 28 ابسيلون. هذه قلنا 8 ابسيلون و 28 ابسيلون هاي خاصة مالت ويلدد سكشن. نروح على فقرة ويلدد سكشن تيبل 11 مالت الكلاسيفيكيشن، لان صار عندنا هنا المقطع لحام من نشيك الكومباوند ومن نشيك اليونيفيرسال بيم واحدة لا نفس التشيك السابق. نروح على فقرة رولد سيكشن، فهنا 9.2 اقل من 28 ابسيلون اللي 28 في 1.02 28.56 9.2 اقل من عدها.
إذن كل المقطع جاي يحقق لي requirements مالت البلاستيك سيكشن. إذن المقطع هو بلاستيك سيكشن. طبعا احنا هنا بعد ما شيكنا البيندينج مومنت، لان احنا اصلا ضفنا بليت توفر لي بلاستيك موديولس اكبر من الريكواير، فبعد ماكو داعي نرجع احنا نشيك المومنت كاباسيتي، لان احنا جبنا المومنت جبنا البلاستيك موديولس بالاعتماد على البلاستيك موديولس ريكواير، ومن زيدنا سمك الفلانج انه يعني نطينا بلاستيك موديولس اضافي. تقدر انت يعني بحساباتك ترجع مرة الثانية تحسب البلاستيك موديولس الحقيقي، يعني من هذه المعادلة بعد تخلي الابعاد الحقيقية تحسب بلاستيك موديولس اضافي زاد بلاستيك موديولس مالت يونيفرسال بيم وتضربها في البي واي وتشوف ايش قد يطلع المومنت كاباسيتي، راح يطلع اكبر لان احنا هنا زيدنا سمك الفلانج. يعني تجي هنا وكأنه هذا ما موجود الاديشنال، وتخلي هاي ال تي اف 25 مليمتر وتحسب سمك الفلانج الاضافي، يعني سمك الفلانج سمك البليت الاضافي العفو اللي خلينا تحسب البلاستيك موديولس الاضافي وتضيفه ويا اليونيفرسال بيم، يطلع لك البلاستيك موديولس التوتال ضربه في 265 في 10 اس ناقص 6 تحوله الى كيلو نيوتن متر، تحسب المومنت كاباسيتي وراح يطلع اكبر بالتاكيد، لان احنا هنا حسب هذه اذا بالضبط نفس البلاستيك موديولس نحتاج سمك بليت 20.69 بس احنا استخدمنا 25 كبرناه، فاعتي هذه راح يطلع اكبر. بعد ماكو داعي يعني نرجع مرة ثانية تشيك، تقدر تشيك انت. نجي هسه للديفليكشن. طبعا مثل ما نعرف الديفليكشن هو serviceability limit state، ذاك تصميم المومنت ultimate limit state. هسه احنا serviceability limit state نحتاج الاي مات المقطع ككل. احنا عندنا الاي اكس بالنسبة لليونيفرسال بيم 111844 سنتيمتر تكعيب، هذه من السكشن تيبلز، بس احنا ما عندنا فقط هذا اليونيفرسال بيم، احنا ضفنا له بليت، فلازم نحسب الاي اكس توتال مالت اليونيفرسال بيم زائد مالت البليت اللي ضفناهم. البليت اللي ضفناهم عندنا 2 بليت، كل واحدة الاي مالتها حول المركز بي اتش تكعيب على 12. هنا راح نشتغل بالسنتيمتر، عرض البليت قلنا 300 مليمتر و 30 سنتيمتر، في الاتش اللي هو سمك البليت 25 مليمتر 2.5 سنتيمتر، 2.5 تكعيب هذه خطأ مو تربيع، بي اتش تكعيب على 12 الاي، فهذه تصير تكعيب هنا يعني خطأ بالكتابة بي اتش تكعيب على 12. هسه هذه حسبناها حول المركز، لازم ننقلها وين؟ مثل ما نعرف من مرحلة أولى حساب مومنت اوف انيرشي، لازم ننقلها إلى مركز الشكل اللي جاي نحسب له زائد أيضا 2، لأن أنا عندي مالت بليتين 2، المساحة 30 في 2.5 في مربع البعد، مربع البعد اللي هو نفسه دي زائد تي اف على 2 اللي من الساعة استخدمناه، دي كابتل اللي هي مات البيم زائد سمك البليت 2.5 الكل على 2 تطلع 32.1 الكل تربيع، اللي هي هذه موجودة بالشكل يعني، او نقدر يعني مباشرة بعد 667 تقسيم 2 او 617 تقسيم 2 زائد 25، 617 زائد 25 تقسيم 2 او 667 تقسيم 2، العفو 667
617 زائد 25 الكل تقسيم 2 حتى يكون من هذا المركز مات البليت الى مركز الشكل ككل. 617 زائد 25 الكل تقسيم 2 يطلع عندنا. طبعا نقسم على 10 حتى نحاول سنتيمتر يطلع 32.1 كل تربيع، فيطلع الناتج 266,483 سنتيمتر تكعيب. الماكسيموم ديفليكشن بالنسبة للسمبلي سبورتد بيم اللي عليه حمل موزع هو 5 أوميجا ال تكعيب على 384 اي اي. فهسه الديفليكشن طبعا قلنا راح ناخذ الاوميجا، راح ناخذ الامبوست لود بدون فاكتور. يعني بداية المحاضرات قلنا سيرفيسابيلتي ليميت ستيت، من نشيك الديفليكشن نشيك للامبوست لود بدون فاكتور. فعندنا احنا الامبوست لود اللي هو كان 600 × 600 W، يعني هنا التوتال بعد ما نرجع نقسمه على 11 في 10^3 حولناه الى نيوتن، في طول 11,000 حولناه الى مليمتر تكعيب على 384 لإيمة الحديد. معامل المرونة مثل ما قلنا هو 205 جيجا باسكال، يعني 205 في 10^3 صار ميجا باسكال نيوتن على مليمتر تربيع. في الاي مومنت اوف انيرشيا 266,483 مليمتر اس 4 في العفو سنتيمتر اس 4، هذه طلعناها فتصير في 10^4 يطلع الناتج بالمليمتر اللي هو 19.03 مليمتر. الديفليكشن المسموح بالنسبه للسمبلي سبورتد بيم L على 360 11,000 على 360 يطلع الديفليكشن 30.5 مليمتر. إذن ماكسيموم ديفليكشن 19.03 أقل من المسموح اللي هو 30.5. إذن أوكي البيم مالتنا يحقق متطلبات، إحنا صممنا للمومنت وشيكنا للديفليكشن، إذن المقطع مالتنا أوكي بالنسبة للديفليكشن بالنسبة لل بيندينج. يبقى الشير قدرون انتو يعني كهوم وورك انه انت تشيك الشير، تاخذ الارتفاع الكلي تطلع مساحة الشير وتشيك يعني رد الفعل، او تشيك اكبر شير شقد وتشيك الشير كاباستي وتقارنهم.